سنة. أنا عايز أعرف بداية التمثيل جت معاك إزاي؟ هي بداية التمثيل إحنا قدام المحل على طول كان قصر ثقافة بني مزار، وكان في عندنا مخرج جميل اسمه الأستاذ عصام الفودي من المنيا. الأستاذ عصام الفودي ده كان بيعمل حاجة اسمها فوازير رمضان القناة السابعة، وبالفعل اختارني معاه. قلت له بس أنا ما بمثلش. قال لي يا سيدي ما تقعدش ياما، أنا هعلمك تمثل إزاي. فخدني معاه، عملت 5 حلقات معاه، وكان بشهادته وشهادة الناس من أحلى الحلقات اللي اتعملت. بعديها مباشرة ابن عم الأستاذ هاني رمزي قاعد جنبي على طول، عنده محل جنبي، قال لي أنا رايح عند هاني، إيه رأيك ما تيجي تروح عند الأستاذ هاني؟ رحت أنا والأستاذ مشمش عند الأستاذ هاني، والأستاذ هاني على فكرة من بني مزار. فرحت عنده والراجل قال لي أه يا عم حسين، ده أنت كاركتر هايل جدا وكاركتر مش موجود، أنا هاخدك معايا في فيلم ولا حاجة وانت هتتعرف وهتشتغل. وبالفعل اتصل بيا في فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، ودي كانت اول حاجه بالنسبه لي، واخدني معاه عملت المشهد بتاع لؤي ده. بعدها اخدني معاه في فيلم وادي فنيه، وفيلم فرقه بناته بس، وفيلم غبي منه فيه، وفيلم صعيدي رايح جاي. فالمجموعه دي عقبال ما خلصتها معاه في التصوير كنت اتعرفت بقى من خلال المخرجين ومساعدين المخرجين، واخدوا تليفوناتي وبدات بقى اشتغل بقى. ده اللي جت يعني هي البداية كانت طبعا لما اكتشف حضرتك المخرج، وبعد كده كان بداية أول عمل ليك هو صعيدي في الجامعة الأمريكية. بس لفت انتباهي أثناء كلامك لما قلت لي قالوا لي عم حسين، عشان برضه أعرف أكمل الحوار وأنا بقول أستاذ حسين ولا عم حسين، يعني تحب أقول لك إيه بقى؟ أي حاجة يا فندم، أي حاجة يا فندم. ربنا يخليك. طيب أنا عايزة أعرف بقى لما بدأت تشتغل كده ما جاتش صراحة بقى، ما جاش أول حاجة على دماغك لما أقفل الورشة؟ خالص 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 خالص، لأن في الوقت ده ما كناش بنشتغل بفلوس، يعني ده حاجه واحد بيبدا جديد، اللي يديك 100 جنيه يديك 200 جنيه، انا كنت باخدها واديها للراجل الريسير اللي كان بيتصل بيا، الراجل اللي بيعمل تليفون يقول لي تعالى الاوردر، كنت باخدها منهم كده واديها له. يعني قعدت على الحكايه دي بتاع 2 3 سنين اشتغل، الفلوس اللي باخدها اديها للريسيرات. بعدها بدات الاجر يتصلح شويه، فعشان كده انا ما كنتش اقدر اغامر واقف الورشه بتشتغل عشان اشتغل في التمثيل وفلوس التمثيل مش قد كده. هل بتعتقد ان سبب الاختيار الاساس ليك من البدايه، يعني حضرتك ليك ملامح مميزه وصوتك مميز، فده خلى عندك كاريزما خاصه، شايف ان ده اللي خلاهم يختاروك على اساسه مساله الكاريزما نتيجه ملامحك الخاصه ونبره صوتك، ولا شايف ان موهبه التمثيل ان انت بالفعل كان عندك موهبه تمثيل بغض النظر عن ده؟ لا والله، هو البطل الرسمي في الحكايه دي الكاركتر، الشكل. الشكل هو الكاركتر اللي هو اللي خلاهم اتصلوا بيا واخدوني مثلت معاهم، خاصه مع نجوم الكوميديا.